طيب لما نيجي بقى نتكلم على الاقتصاد تحديدا ولغة الأرقام، ما معرفش ليه ما بتبقاش واصلة للمواطن العادي. يعني احنا دلوقتي عايزين نتكلم على الوعي، فعايزين نشرح بطريقة انا افهمها والمواطن البسيط اللي في الشارع يفهمها، لانه ما اعرفش ليه دايما الناس تلاقيها ما بتبقاش مستوعبة المعادلات طبعا الاقتصادية والأرقام، او مثلا يشوفوا كباري يقعد يقول لك ده وقته انا هتفيدني بايه؟ انا هتفيدني بايه. فبالظبط، فاحنا عايزين نوصل برضو بشكل بسيط اكتر احنا كنا فين وبقينا فين. انا في موقف اتذكره للوزير، وزير الاستثمار في 2008 2007 دكتور محي الدين، اللي هو نائب هو محي البنك الدين. الدولي. كان في وفد صيني المفروض ان هو جاي في زيارة للقاهرة، واتأخر الوفد عن اللقاء أو المؤتمر حوالي ساعة إلا ربع. فكان مداعبة يعني من الدكتور محمود محي الدين، إن هو بيقول لهم يعني أنتوا ناس بتحافظوا على المواعيد وناس بتحاولوا تكونوا يعني دقة في المواعيد، طبعا فاتأخرت ساعة إلا ربع على المؤتمر. قال لهم لو وفرت لي طيارة أقدر أنتقل من المطار إلى القاهرة، لأن كان مؤتمر كان معمول في وسط القاهرة، كنت جيت في ميعادي. فالقصد إن كانت المرور زحمة جدا، وهم شافوا حاجات مش طبيعية ما بتحصلش في حتة، بينتقلوا بالطائرات، شبكة الطرق عندنا كانت متهالكة جدا. طبعا. فده مثال اللي إيه اللي حصل وإيه اللي اتغير، إن إحنا الرئيس أول ما مسك ابتدى طبعا بناء على دراسات تمت ان شبكه الطرق المصريه متهالكه من سنين، فمحتاجه اعاده هيكله، محتاجه، فبالتالي الدوله صرفت عليها. ليه؟ عشان خاطر انا كمستثمر لما اجي استثمر في دوله زي مصر بيهمني التكلفه النقل، يعني طبعا تكلفه النقل من ضمن زي تكلفه الاستثمار، زي تكلفه العائد اللي هيعود عليا في تكلفه النقل، انا صحيح. هنتقل لازم الاقي ازاي؟ تسهيلات. بالظبط، لابسط بالظبط. حاجه يعني العماله اللي هعينها دي، طب ايه الطرق اللي هتاخدها، هتمشي ازاي، طب في طرق مختصره ولا لا، الطرق متكسره وفيها مطبات كتير ولا لا، يعني ما دي برضو دي كلها لوجيستكس. بالظبط، دي كلها بتتحط في لما اجي اقول الطريق زي اللي اتعمل محور بتاعت يونيو. بالظبط، هيوفر لي ايه؟ هو قطع، انت كنت بتقطع المسافه لمطروح مثلا في كام ساعه، ودلوقتي بتقطعها في كام ساعه؟ ما هو ده وقت وتكلفه وبنزين وصور وخصوصا يا استاذ وبنزين. محمود ان الفكر انك مش بتستثمر او عايز تعمل مشروعات داخل القاهره الكبرى، انت عندك مد عمراني سواء لشمال سيناء او سواء في المحافظات اللي تم زياده مساحتها زي المنصوره الجديده ودمياط الجديده والكلام ده كله، فانت محتاج شبكه طرق ليها، بالاضافه زي ما حضرتك قلت انت عندك كان شبكه طرق متهالكه، فانت رفعت كفاءه 5000 كيلو قدام وعملت 7000 كيلو جداد، فده اعتقد كله بيساعد، ده هيبقى مردوده على الناس اعتقد بشكل كبير. اعتقد ان يعني نظره المستثمر الاجنبي لمصر في خلال ال4 سنوات اللي مضت اختلفت تماما عن قبل 2015 و2014. يعني الدفقات التي تم انفاقها على محطات الطاقه الكهربائيه صحيح، يعني كان 50% من المصانع في المدن الصناعيه كان عندها ازمه في الكهرباء، كان بتنقطع الكهرباء بالساعات.